أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة خالد الدرندلي أمين الصندوق إلى الإمارات مساء اليوم استعدادا لمواجهة الفجيرة الودية التي تقام يوم الثلاثاء المقبل في احتفال نادي الفجيرة بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسه. وضمت قائمة الفريق المتجهة إلى الإمارات 15 لاعبا وهم حسام غالي، محمد نجيب، صبري رحيل، باسم علي، محمد هاني، عمرو السلية، ميدو جابر، أحمد حمودي، علي لطفي، هشام محمد، إسلام محارب، رمضان مصطفى، محمد شريف، كريم يحيى، ومحمود الجزار. ويلحق حسام البدري المدير الفني ببعثة الأهلي غدا بالإمارات قادما من كندا بعد حصوله على إجازة قصيرة وسفره للاطمئنان على أسرته. ونتابع في التقرير التالي كواليس سفر الفريق إلى إمارة الفجيرة مع الزميل محمد سعيد. اهلا بكم مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وعلى بركه الله نبدا معكم كواليس المباراه الاهلي والفجيره الاماراتي، هذه المباراه الوديه والتي تقام احتفالا بمرور 50 عاما اليوبيل الذهبي على تاسيس الفجيره الاماراتي. وبالتالي نادي الفجيره ومسؤولي نادي الفجيره الاماراتي طلبوا اقامه مباراه وديه مع فريق النادي الاهلي خلال فتره التوقف الدولي حاليا بسبب الاجنده الدوليه للمنتخبات الوطنيه. وبالتالي اداره فريق النادي الاهلي واداره النادي الاهلي رات خلال هذه الفتره الحاليه ضروره سفر الفريق الى الامارات لخوض هذه المباراه الوديه تاكيدا على العلاقات الطيبه بين الشعبين المصري والاماراتي ولشعبيه الاهلي الجريفه في دول الخليج العربي. وبالتالي هذه المباراه تاتي في ضمن اطار المباريات الهامه لفريق النادي الاهلي والتسويقيه التي يلعبها الاهلي خلال الفترات الحاليه، سواء اقيمت المباريات في السعوديه او الامارات او اي دوله خلال الفترات القادمه. الاهلي سيسافر ببعثه، طبعا هناك عدد من اللاعبين متواجدين مع المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي، وبالتالي هناك عدد من اللاعبين الكبار واللاعبين المميزين سيسافرون مع بعثه فريق النادي الاهلي الى اماره الفجيره لخوض هذه المباراه الوديه، ابرزهم بالطبع حسام غالي ووليد سليمان واحمد حمودي وهشام محمد ومحمد نجيب وصبري رحيل، وعدد من اللاعبين اصطحبهم الجهاز الفني لخوض هذه المباراه الهامه. لكن الجهاز الفني يسافر بقياده الكابتن احمد ايوب المدرب العام هنا من مطار القاهره الى مطار الفجيره عبر رحله خاصه وطياره خاصه تقل بعثه فريق النادي الاهلي من القاهره الى الفجيره لخوض هذه المباراه الهامه. لكن الكابتن حسام البدري المدير الفني سيصل من كندا الى الفجيره بالامارات قبل المباراه 24 ساعة لخوض هذه المباراة الهامة والتسويقية والهامة جدا بالنسبة لجمهور النادي الأهلي في الإمارات. تفاصيل أكثر عن هذه المباراة تابعونا من خلال هذه التغطية الخاصة ولقاءات حصرية ومباراة حصرية بإذن الله على شاشة قناة النادي الأهلي، وتابعونا هنا من مطار القاهرة حتى الوصول للفجيرة ولقاءات خاصة جدا ومتابعة حصرية لفريق النادي الأهلي لخوض هذه المباراة الهامة. تابعونا. يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبه الأول في الإمارات مساء اليوم استعدادا لمواجهة الفجيرة الودية والمقررة بعد غد الثلاثاء. ومن المقرر أن يكون تدريب اليوم خفيفا خوفا من إجهاد اللاعبين عقب رحلة السفر، على أن يؤدي الفريق تدريبه الأساسي غدا الاثنين استعدادا للقاء. شريف إكرامي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة بتعليمات من طبيب الفريق خالد محمود، على أن يعود من جديد لاستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له بسبب الإصابة. ويعاني إكرامي من إصابة في الحوض إلى جانب تجدد شكوى الحارس من آلام في الأنكل، وغاب عن المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية وخرج من قائمة الفريق قبل سفر البعثة إلى الإمارات.
قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن وليد سليمان لاعب الفريق لم يسافر إلى الإمارات بسبب مرض ابنته المفاجئ، وكان سليمان قد أجرى أشعة على القدم أثبتت تعرضه لكدمة في عضلة الفخذ خلال مشاركته في مباراة مونانا الأخيرة في إياب دور 32 بدوري أبطال أفريقيا، ولم يشارك اللاعب في التدريبات الجماعية منذ عودة الفريق من الجابون. وإلى أخبار المنتخب الوطني، تقرر تعديل توقيت مباراة مصر واليونان الودية والتي تقام يوم الثلاثاء المقبل في مدينة زيورخ السويسرية ضمن استعدادات الفراعنة لنهائيات كأس العالم 2018. وكان من المفترض إقامة المباراة في 9 بتوقيت القاهرة، ولكن تعديل التوقيت المحلي في سويسرا بداية من اليوم جعل توقيت زيورخ هو نفس توقيت القاهرة، وبالتالي ستقام المباراة عند 8 بتوقيت المدينتين. وكان المنتخب المصري خسر مباراته الودية الأولى أمام البرتغال بهدفين مقابل هدف في إطار معسكر سويسرا استعدادا لنهائيات كأس العالم. أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر أن الفريق أصبح يستطيع منافسة المنتخبات الكبيرة، مشيرا إلى أنهم لم يحققوا أي شيء بعد وأنه يستمتع كثيرا بتدريب تلك المجموعة الرائعة من اللاعبين. وأضاف كوبر سعيد بأن هناك فرحة لدى الجماهير بأداء المنتخب أمام البرتغال، كان هناك حماس وتضحية، دائما تلك المواجهات تكشف مدى قوتك واقترابك من المنافسات الكبرى. وأضاف أن هناك شعورا بالسعادة رغم الخسارة القاتلة، حيث قدم اللاعبون أداء قويا رغم الخسارة، لكنه درس مهم بأن في المباريات القوية يجب أن نرتكب أخطاء أقل. أبدى أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني سعادته بمستوى محمد الشناوي حارس الأهلي والمنتخب، ووصف أداءه في مباراة البرتغال الودية بالرائع. وقال ناجي أن الشناوي حارس مميز يستحق اللعب أساسيا في المنتخب، مشيرا إلى أنه كان يتمنى عدم دخول أي أهداف في مرماه. وأوضح ناجي أن الفرصة ما زالت متاحة لرباعي حراس المرمى أحمد الشناوي، محمد الشناوي، محمد عواد وعصام الحضري ليكون أحدهم حارسا أساسيا للمنتخب في المونديال. أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة أنه ستتم إذاعة 24 مباراة من مباريات كأس العالم 2018 بروسيا عبر شاشات التلفزيون المصري. وأوضح وزير الرياضة أن تكلفة المباريات ستكون قرابة 42 مليون دولار مقسمة على مجموعة دول، وربما يصل المبلغ المطلوب من مصر إلى ما بين 6 و10 مليون دولار، مشيرا إلى أن هذا المبلغ ستتم تغطيته بعدة طرق مثل المعلنين والرعاة أو أي من الحلول المتاحة. وقال عبد العزيز أن وزارة الشباب والرياضة ستتيح للمواطنين المصريين أماكن وشاشات عرض كبيرة في الميادين لتسهيل متابعة مباريات كأس العالم، موضحا أن المبلغ المطلوب من مصر لشراء حقوق بث مباريات كأس العالم سيتم الاتفاق عليه خلال الفترة المقبلة وجمعه من خلال رجال الأعمال والرعاة.
تلقى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه مع هاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري لكره القدم على مغادره الطائره التي تقل المنتخب الوطني لكره القدم والقادمه من سويسرا متجهه الى القاهره في الصباح الباكر يوم الاربعاء الموافق 28 من مارس 2018. وجاء ذلك حتى يتمكن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والجهاز الفني والإداري والطبي ولاعبي المنتخب من التوجه إلى اللجان المختلفة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وذلك حرصا من الجميع على تشجيع الشباب على المشاركة في هذا الواجب الوطني المهم في هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد. وإلى أخبار قطاع الناشئين، حيث يستأنف فريق شباب كرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 97 تدريباته اليوم الأحد بعد الحصول على راحة لمدة 3 أيام، ويستعد الفريق لمواجهة الاتحاد الأربعاء المقبل على ملاعب النادي بفرع مدينة نصر في الجولة 11 من بطولة الجمهورية. وكان الفريق قد تعادل سلبيا مع الأسيوطي الأربعاء الماضي في الجولة 10 من بطولة الجمهورية. منح أحمد سراج مدرب فريق ناشئي الأهلي لكرة القدم مواليد 2000 اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأحد تجنبا للإجهاد. ويسعى سراج إلى تخفيف الحمل البدني للاعبين، خاصة أن الفريق خاض مباراة قوية أمس السبت أمام وادي دجلة وحقق الفوز خلالها بنتيجة 7-1 على ملعب الأخير. ويحتل أهلي 2000 المركز الثاني في جدول ترتيب دوري القطاعات برصيد 19. ويذكر أن الفريق أنهى الدور الأول من بطولة منطقة القاهرة في صدارة الترتيب ب 34 نقطة لينتقل إلى المشاركة في دوري القطاعات. قال خالد جدالله مساعد مدير قطاع الناشئين لفرق المسابقات إن القطاع يتابع أكثر من لاعب مميز في عدة فرق تمهيدا لضم أفضلهم في نهاية الموسم الحالي. وأضاف جدالله أن اللاعبين الذين يدرس القطاع ضمهم خلال الفترة المقبلة ينتمون إلى أكثر من فئة عمرية. وأكد جدالله أن الأهلي يتبع سياسة دعم فرق الناشئين سواء من خلال الاختبارات أو عن طريق التعاقد مع اللاعبين المميزين من أجل الوصول إلى أفضل مستوى لكل فرق القطاع، وبالتالي تحقيق الهدف الأكبر وهو دعم الفريق بلاعبين مميزين. فاصل قصير ونستأنف نشرتنا الرياضية، ابقوا معنا. وإلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى. أنا الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص الأمور.
بجري مش بس عشان حياتي، بحب الكورة، بطير بحلمي، وعندي هدف. وضعت اللجنة العليا المنظمة لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة رجال برئاسة محمد الجرحي عضو مجلس الإدارة التي ينظمها النادي الأهلي خلال الفترة من 27 من مارس وحتى 5 من إبريل القادم اللمسات الأخيرة على حفل افتتاح البطولة. ومن المقرر أن يقام الحفل في 5 مساء الثلاثاء على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة. وتلقى الاتحاد الافريقي طلبات من 32 ناديا للمشاركة في البطولة قبل أن يوافق على مشاركة 24 فريقا فقط. يعقد في 12 ظهر غد الاثنين في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الاجتماع الفني لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة رجال والتي ينظمها النادي الأهلي خلال الفترة من 27 من مارس وحتى 5 من إبريل المقبل. ويعقب الاجتماع الفني للبطولة إجراء مراسم قرعة البطولة لتحديد مجموعتها، وذلك بحضور عمرو علواني رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة الطائرة ومسؤولي الاتحادين المصري والإفريقي للعبة بجانب مندوبي الفرق المشاركة في البطولة. ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة في 5 مساء بعد غد الثلاثاء بصالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة. خاض الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مرانا قويا صباح اليوم استعدادا لبطولة أفريقيا للأندية والتي ينظمها الأهلي خلال الفترة من 27 من مارس وحتى 5 من إبريل القادم. وشمل المران فقرات بدنية في الجيم إضافة إلى الجوانب الخططية على صالة الأمير عبدالله الفيصل بالجزيرة. وكان الفريق قد حقق الفوز أمس السبت على فريق ألعاب دمنهور ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر. نجح النادي الأهلي في التعاقد مع ثنائي كرة اليد بنادي سبورتنج ياسمين الناصر ومي جمعة لتدعيم فريق كرة اليد بالنادي الأهلي والذي يستعد للمشاركة في بطولة أفريقيا التي ينظمها النادي الأهلي وتنطلق في 13 من إبريل المقبل. وقال ياسر صلاح مدرب فريق يد الأهلي سيدات إنه تم إنهاء إجراءات التعاقد مع ثنائي نادي سبورتنج من أجل الاستعانة بهما فقط في بطولة أفريقيا المقبلة على أن يعود بعد ذلك لفريقهما. وأوضح صلاح أن ياسمين الناصر ومي جمعة ستنضمان لتدريبات الأهلي عقب انتهاء منافسات الدورة المجمعة الثانية لدور العمومي 30 من مارس الحالي والتي تقام في الإسماعيلية يوم 28 من الشهر الجاري.
أجريت أمس السبت قرعة بطولتي أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد رجال وسيدات، حيث تنطلق البطولتان اللتان يستضيفهما النادي الأهلي يوم 13 من إبريل المقبل. وأسفرت قرعة بطولة الرجال وقوع الأهلي في المجموعة الرابعة بجوار فرق ساليانز الجابوني ومنوال كاميروني والاتحاد الليبي. وأوقعت قرعة بطولة السيدات النادي الأهلي في المجموعة الأولى بجوار فرق بريميرو الأنغولي وكارا الكونغولي وهريتاج الكونغو ديمقراطية وديناميك الكاميروني. ونتابع في التقرير التالي أبرز ردود الأفعال عقب إجراء القرعة. مباراة كبيرة، وزي ما قلنا ان كان في الامن طلب ان المباراة تقام في استاد القاهرة، واحنا وافقنا كلجنة منظمة للبطولة. ان شاء الله يبقى في تفاصيل اكتر خلال الاسبوع الجاي من خلال اللجنة المنظمة للبطولة. ان شاء الله خلال الاسبوع ده نطلع بيان ونبدا نطرح التذاكر للمباراة، وان شاء الله نتمنى فيها التوفيق باذن الله، وان هي تليق بالناديين الكبار والجمهور يطلع باذن الله بشكل كويس. احنا الحمد لله خلصنا بطولة الطايرة، وكان تنظيم الحمد لله جيد، وان شاء الله عندنا كمان يومين بطولة الطايرة رجال، وان شاء الله بطولة الهاندبول وبطولة السوبر، سواء اللي هتتلعب هنا على ملاعب النادي الاهلي او سواء اللي نقلناهم لاستاد القاهرة. السوبر تخرج بشكل ان شاء الله يليق باسم النادي الاهلي. النادي الاهلي بينظم احسن حاجة في العالم، واثق جدا جدا من تنظيم النادي الاهلي للبطولة، واثق من نجاحها، واثق من نجاحها جماهيريا، كل حاجة تقريبا واثقين فيها. البطولة ليها طعم مختلف المرة دي، برضو بيجي لك ان في السوبر بيجي لك نادي الزمالك، نادي المنافس والنادي الكبير، وعلى ارض مصر المرة دي، كان المرة فاتت على ارض المغرب وقدر الاهلي يحقق الفوز. النهارده مباراة السوبر هي الحكاية بتاعتنا كلها. اتمنى التوفيق للفريقين طبعا، يقدموا منظر كويس لمصر قدام العالم. بطولة افريقيا ان شاء الله نتمنى النادي الاهلي يكون استعد ليها كويس كفرقة، وانا عارف ان كابتن عاصم حماد يعني ماشي في الامور كويس واستعداده كويسه. اتمنى النادي الاهلي يفوز بطوله، اتمنى التوفيق لنادي هليوبوليس المشترك ايضا في البطوله. يعني كل الحاجات دي كلها مميزات طبعا، اولا النادي الاهلي ثم بتعود على المنتخب المصري بعد كده. اعتقد النادي الاهلي بامكانياته وخبراته الناس اللي شفناها الحقيقه الفتره اللي فاتت بتدي ضمانة كبيرة لحسن التنظيم وحسن إدارة البطولة بالشكل المناسب، وده طبعا يعني ما هوش غريب على النادي الأهلي الحقيقة. يعني لما أسندنا البطولة، يمكن كان في المغرب برضو لما كلمني رئيس بعثة النادي الأهلي هناك وقال لي خدته على طول، ورحنا لمسيو أريمو قال مصر أخيرا وعلى طول صوتنا حتى بالمكتب التنفيذي يعني بشكل كده حب، يعني كنا فرحانين ان مصر زي ما قلت 27 سنه، فيعني كانت فرحه طبعا. انا عندي امل، انا كسبت البطوله دي يوم سنه 79 وانا لعيبه وما كانش عندي امل، يعني كنت بحلم وكسبتها. فانا ده اللي بوصله للبنات ان شاء الله، ان احنا هنحاول. هي طبعا تقيله جدا، وانا عايز الناس تعرف طبعا ان البطوله دي احنا، انت زي ما انت شايف احنا على الجدول في ليفل دي، يعني اللي هو اخر ليفل في المستوى، فطبعا دي حاجه تزعل، يعني حاجه اوريدي مزعلاني قوي. احنا وصلنا للمستوى ده ليه؟ علشان احنا ما بنشتركش، يعني سيبك من النادي، مش النادي المسؤول، ان مفيش حتى منتخبات، مفيش منتخب اول، فاحنا فعلا ضيعنا في ترتيب المستويات. النهارده لما النادي الاهلي اتحط في ليفل اخر ليفل اللي هو دي، حاجه تزعل. يعني انا واحده قاعده زعلانه، بس يمكن هي دي الحقيقه، انا مش عارفه. احنا ما لعبناش من 3 سنين، كانت اخر بطوله افريقيه لعبها النادي الاهلي مع كابتن اشرف الفار متهيألي. احنا خدنا والله ما فاكره، 7 يا 8، فالترتيب كان وحش قوي. فاحنا هنحاول، هي بطوله قويه، فرق قويه جدا، وبعدين زي ما شايف انت كده مصر حلوه فاتحه النفس الافارقه كلهم ان هم بييجوا يشتركوا، ما حدش بيعتذر خالص. يعني 10 فرق بنات ييجوا يشتركوا، دي كانت حاجه يعني انا نفسي ما كنتش متوقعها. انا كنت متوقع ان العدد هيبقى اقل من كده. حاجه عظيمه جدا للنادي الاهلي ان هو يخش سباق تنظيم بطوله من حوالي 27 سنه زي ما كانوا بيتكلموا.
ذكريات قديمه جدا من ساعه ما نظم الاهلي البطوله القديمه من 27 سنه، سواء ايام كنا لعيبه وبعد كده بقينا مدربين ومدربين فنيين وكده. وبالتالي هي كمان جت تنظيم البطوله في وقت فيه جيل بتاع النادي الاهلي محقق بطولات افريقيه من حوالي 25 سنه، محقق لغايه دلوقتي 3-4 بطولات افريقيه وكده وسوبر قبل كده. وبالتالي حاجه بالنسبه للجيل ده حاجه مميزه، حاجه بالنسبه للنادي الاهلي عظيمه زي ما هو النادي دايما عظيم في كل حاجه بياخد قرارها يعني. بالتالي هو عظمته في ان هو يعمل البطوله دي بعد المده دي كلها. الاعظم ان شاء الله مشيئة الرحمن، ربنا يكرم الجميع ان شاء الله ويوفقنا انا وفريتي في مباراه السوبر وفي بطوله افريقيا ان شاء الله. احنا طبعا كنا بنتمنى طول عمرنا نلعب حدث كبير دولي جوه النادي، يعني ده حاجه فخر، حاجه كبيره قوي بالنسبه لنا. فالحمد لله ان احنا يعني النادي حقق لنا الحلم الكبير ده. يعني بطوله صعبه جدا، حدث تاريخي بالنسبه لنا وبالنسبه للنادي الاهلي. احنا مركزين طبعا، احنا لسه هنختم الدوري ان شاء الله الاسبوع الجاي، بعد كده نخش في معسكر لافريقيا. فموضوع بالنسبه لنا احنا واخدينه حاجه، مستعدين جدا لبطوله افريقيا. مجموعه بتاعتنا مرضيه بشكل كويس وان شاء الله ربنا يكرمنا في البطوله. لا كونفدراسيون افريكان يعني بالا 13 روس الاتحاد الافريقي لكره اليد مبسوط جدا بان نادي مصر هو اللي نظم البطوله دي، وكل ثقه بالتنظيم الجيد المعهود على مصر لتنظيم البطوله بحجم البطوله دي، خصوصا ان هي من اكبر البطولات عدد المشاركه في الفرق. ماتشات المجموعه اللي احنا فيها بالذات مجموعه قويه، ان شاء الله نبقى قدها باذن الله. احنا بذلنا مجهود والحمد لله النشاط الرياضي على راسه طبعا كابتن رؤوف والمجلس الحمد لله بيدعمونا كويس. انا شايف ان شاء الله، انت عارف ان احنا بقالنا 29 سنه ما فيش اشتراك تمام وما عندناش منتخب اول، دي مشكله. الحمد لله بنعدي المشاكل ديت، بنهيئ بناتنا نفسيا، اعدادنا الحمد لله على مستوى عالي. باذن الله احنا عندنا الدوره المجمعه الاخيره دي اللي هي اخر اعداد لينا ان شاء الله. انا شايف باذن الله باذن الله ان احنا نحقق حاجه ان شاء الله. ومع متابعه اخبار الاهلي في الصحف والمواقع، والبدايه مع الاهرام. الأهلي في الإمارات اليوم لمواجهة الفجيرة وديا في يوبيله الذهبي. الأخبار، طارق سليمان الشناوي حارس كبير. الجمهورية، الأهلي في الإمارات، البدري، عين في الفجيرة وعين في زيورخ. الوفد، الأهلي يخوض ميرانه الأول في الإمارات اليوم. المصري اليوم، بعثة الأهلي تغادر إلى الإمارات. الوطن سبورت، طبيب الأهلي يمنح شريف إكرامي راحة 48 ساعة. الشروق، أيوب نسعى لتحقيق أقصى استفادة من المواجهة ونجهز البدلاء للبطولة الإفريقية. اليوم السابع، وليد سليمان يتخلف عن السفر مع الأهلي للإمارات بسبب مرض ابنته. فيتو، 15 لاعبا في رحلة الأهلي إلى الإمارات. يلا كورة، محمد شريف الدقيقة في الأهلي بمليار دقيقة في أي نادي آخر والعبور من بوابته بطولة. يورو سبورت عربية، إكرامي يغيب عن ودية الفجيرة.
إلى هنا تنتهي نشرتنا الرياضية من قناة النادي الأهلي، قدمتها لكم آية لطفي. دمتم في أمان الله.